تعالوا نروح للنادي المصري. النهارده المصري المباراه الثانيه له على التوالي، المباراه الاولى خسرها والمباراه الثانيه اتعادل فيها. انا معايا على التليفون سيد حسيني ابو قمر نائب رئيس النادي المصري. برحب بحضرتك يا فندم، اهلا وسهلا بيكم، مساء الفل. اهلا بيك استاذ ابراهيم، ازي حضرتك؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ الحمد لله، تمام الحمد لله. طيب اخد انطباعك النهارده عن المباراه. والله انطباعي وكان انطباع كل الناس اللي موجوده سواء في الاستاد او المحللين اللي على مستوى القنوات والبرامج وايضا على مستوى الجمهور في حاله رضا على اداء الفريق النهارده. والحقيقه يمكن المباراه الاولى يعني كانت مباراه لا تليق بالنادي المصري ولا بالصفقات اللي اخذها النادي المصري ولا بطموحات جماهيره. والحقيقه كان في حاله من الغضب طبعا نقدرها من الجماهير ومن الاداره بقياده الاستاذ كامل ابو علي، ونقل ده للاداره الفنيه. والحقيقه يعني على مدار ما بين المباراتين الحقيقه حصل تحسن كبير في اداء الفريق، شفناه النهارده لاول مره قدام فريق كبير زي بيراميدز اللي هو يطلق عليه فريق الاستحواذ على مستوى مصر في السنوات الماضيه، صفقات على اعلى مستوى، فريق كبير جدا منظم مرتب بيشتغل بشكل احترافي. النهارده شوف نسب الاستحواذ، شوف الاداء على مدار الشوط الاولاني والشوط الثاني. الحقيقه كابتن ايهاب جلال يعني عمل مباراه ممتازه، اللي كان فيه النهارده روح النادي المصري بلاعبيه، في تكتيك في الملعب، غير في الطريقه ووظف اللاعبين بشكل سليم. والحقيقه كان اداء اكثر من رائع، يعني تشوف النهارده الفرص يعني لو فيها توفيق كان ممكن المباراه تخرج باكثر من هدف، يعني ممكن توصل لاثنين وثلاثه. لكن يعني قدر الله ما شاء فعل، وده شيء يرضينا ان احنا نشوف تحسن في الاداء بهذا الشكل. فاحنا شايفين ان فيه جهد تام من الجهاز الفني ومن اللاعبين النهارده، واثنينا على هذا الجهد كاداره. واحنا بنتفاهم دايما غضب الجمهور، انت عارف ان الجمهور اماله كبيره وطموحاته كبيره منذ ان تولى الاستاذ كامل ابو علي رئاسه النادي المصري وفريق عمله. وبالتالي المباراه الاولى كانت يعني مباراه انا بعتبرها مباراه للنسيان، وبؤكد ان القادم هيكون افضل للنادي المصري، والنهارده هتكون بدايه البدايه الانطلاقه للنادي المصري. يعني بغض النظر عن النتيجه ما حققناش فوز، لكن حققنا نتائج يعني اداء يرضينا، وشايفين ان احنا عندنا فريق من الممكن ان شاء الله نبني على الايجابيات اللي تمت النهارده في المباراه، ونقدر فريقنا يروح في مكانه ان شاء الله تليق بيه وتليق بالنادي المصري. طيب باشا عازم، خليني اسالك بقى في جزئيه ليها علاقه بوجود حضرتك النهارده في غرفه الملابس بعد المباراه. هل في كان رساله معينه حابب ان حضرتك توصلها كممثل لمجلس الاداره في هذا اللقاء، ولا كان ايه الموضوع بالظبط؟ والله انا ما كنت، احنا مجلس الاداره اللي كنا موجودين في بنشاهد المباراه من الملعب، وبالتالي ده طبيعي ان احنا يعني بعد اداء طيب من الفريق وجهد كبير من الاداره الفنيه واللاعبين، كان مهم ان احنا ننقل لهم طبعا رساله من استاذ كامل ابو علي رئيس النادي ومجلس الاداره. وبنؤكد على ان احنا في بندعم الفريق ونبني على الاجابات اللي تمت النهارده، وبنجدد ثقتنا اللي احنا طرحناها الثقه اصلا في حد من الاساس. يعني احنا عندنا تعاقد والنادي المصري لن يتعامل بقطع، النادي المصري استاذ ابراهيم داخل على المؤسسيه، يعني زي ما بنتكلم بشكل احترافي بشكل مؤسسي، وعارفين ان الكره يوم لك ويوم عليك، ولكن عليك ان تبذل الجهد. بس انتوا متقلين رجليكم، يعني مش فكره انه الناس زامت ماتش 2 3 فهمشي الكابتن ايهاب جلال، يعني انتوا متقلين رجليكم في القصه دي. هي مش حكايه متقلين رجلينا، طب احنا بنحترم جمهورنا بنحترم ارائنا، واحنا جمهورنا على فكره جمهور مثقف كرويا وجمهور واعي ومدرك، والدليل النهارده هتشوف الحال احسن من المره المباراة السابقة. احنا كمان كإدارة بالرغم ان احنا يعني الطبيعي فينا ان احنا بندير فما بنفعلش وعندنا الثبات، ولكن كنا غضبانين جدا من المباراة السابقة. انما النهارده شايفين تحسن، شايفين اداء، شايفين بناء، شايفين فريق في تكتيك في الملعب، شايفين تغيير في خطة اللعب، في مزج ما بين الدفاع والهجوم، سيطرة كاملة على يعني النهارده لم يعني بيراميدز ما شفناهاش على من يوم ما ظهر في الدوري المصري
انه ما قدرش يحقق فرصه على مرمانا، يعني ما فيش فرصه حقيقيه لبيراميدز، وبالتالي دي دلاله على ايه؟ قدر الكابتن ايهاب جلال يقفل مفاتيح اللعب، سواء على يعني على لاعبي بيراميدز الاطراف اللي بيلعبوا بشكل كويس، بيلعبوا بشكل جماعي، ولكن النهارده النادي المصري فرض اسلوبه على بيراميدز وعلى وسيطر على المباراه طيب كامله، بسأل وهو اللي حضرتك بقى. اهدر فرص يعني، ولذلك ان نجم المباراه لا الكابتن احمد شناوي اللي هو حارس المرمى طيب طب يعني. خليني فده اسألك سؤال بقى فيما يتعلق بالملعب. خلاص احنا كده الموسم ده المصري وفقا للاتفاقات هيلعب على استاد السويس الجديد ماتشاته العادية، والماتشات الجماهيرية هيلعبها في برج العرب. خلاص القصة دي كده حسمت، ولا انتوا لسه بتتحركوا في استاد قناة السويس او هيئة قناة السويس؟ ما زال يا استاذ ابراهيم ان احنا لينا عقد مع استاد هيئه قناه السويس، طبعا ابرمه الاستاذ كامل ابو علي رئيس النادي مع مدير الاستاد في وجود طبعا رئيس هيئه قناه السويس، واحنا الى الان ما زال العقد موجود ما لغيناهوش، ولسه عندنا يعني خطوات وجهد بيبذل. انتوا في العقد ده دفعتوا دفعات دفعتوا فلوس ولا ابرام لا تعاقد؟ كان لسه طبعا ابرمنا التعاقد، وكنا لسه يعني عندنا مانع، الشيكات كانت جاهزه على الدفع يعني، انه طبعا كنا مستنيين الموافقات النهائيه، ايوه لكن انت بتبرم العقد عشان يبقى ده ملعبك الرسمي، مفهوم. وبالتالي انت بتعمل تعاقد بشكل على بعدد المباريات اللي انت هتلعبها على الاستاد، وبالتالي بيتم التعامل بشكل بقى يعني بشيكات، والنادي كان طبعا جاهز بالكلام ده وكان طيب متفق فانتوا عليه لسه مع بتحاولوا، انتوا لسه بتحاولوا في الموضوع، ما شوف فقدتوش احنا الامل. السويس خلاص اذا طبعا يعني وبذل فيه جهد كبير جدا، ودي خطوه بنبني عليها، لكن ايضا ملعب قناه السويس ما زلنا متمسكين انه يكون ملعب النادي المصري ان شاء الله في خلال هذا الموسم، وفي خطوات بتتم، واحنا عندنا يعني ثقه كبيره ان الجهات المعنيه يعني هتساعدنا، واحنا مش بنتكلم على ان في حاجة ضد النادي المصري، لا احنا بنتفهم كل الأوضاع أستاذ إبراهيم، ونتفهم الإجراءات وبنحترمها ونقدرها، وفي نفس الوقت برضو يعني احنا بنحترم رغبة جمهورنا ونادينا انه من حقه ان هو يختار الملعب اللي هو يمارس عليه نشاطه وأيضا مبارياته، عشان يبقى في نوع من تساوي الفرص، يبقى في منافسة حقيقية بشكل كبير للأندية. النهارده تنفق أموال كبيرة جدا، ورحلة الجمهور من بورسعيد إلى برج العلب العرب رحلة يعني قاسية، يعني الجمهور إلى الآن يمكن لسه ما دخلش بورسعيد يعني إلى الآن، يعني شوف لسه المباراة لحد انتهت دلوقتي كانت لسه ما رجعوش. يعني الجمهور طبعا يعني في لسه لحد دلوقتي في جماهير لسه ما وصلتش بورسعيد، وبالتالي يعني رحلة قاسية على الجمهور، والنهارده بحييهم إن هم زحفوا ورا فريقهم، هم اللي كانوا السند النهارده وكانوا الدافع الاول للاداء ده وشجعوا اللعيبه. في بعض الحاجات بتحصل، لكن دي حاجات بتبقى فرديه وحاجات طبيعيه، يعني ما تقدرش تقول ان احنا تشيب صحيح. المشهد، بل بالعكس هو مشهد كان رائع من جمهورنا، والعدد ما يبقاش كبير بس بيبقوا بيعملوا نوع من الحيويه صحيح. والدوافع، وبيولدوا الدوافع لدى اللعيبه، دي حاجه كويسه لجمهور صحيح. النادي المصري، هو وإن جمهور شاء الله يستحق بإذن ان الله. احنا يستحق ان احنا نسعى ان احنا يكون ليه ملعب قريب. حاليا احنا بنحترم الجدول اللي موجود وكما هو معلن وكما اعلنته لجنه الانديه طبعا، وان شاء الله في سعي في استاد هيئة الايام قناة السويس، القادمه هيبقى عندكم كمان لاستاد هيئه قناه السويس. الفترة اللي جاية دي ممكن كمان تشتغلوا عليها كمان، لأنه بما إنه حصل عدة تعديلات في جدول الدوري تقدروا تتحركوا عليها. فأنا بشكرك شكرا جزيلا، شكرا شكرا وبتمنى لكم كل التوفيق إن شاء الله بإذن الله. الأستاذ حسين أبو عمر نائب رئيس النادي المصري.